السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفاش دايرين؟ كيفاش عاملين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حنايا الجو راه بدا تيزيان، واخا هاد شهر أربعة، التالي ديال شهر أربعة، الاول ديال شهر خمسة، تي الجو تيبدا تيتقلب، يعني كيكونوا شي يامات باردين شي يامات سخان، ولكن اون فوا كيدخل شهر خمسة ما شاء الله الجو تيزيان، الشجر كيبدا يبانوا الوريقات ديالو خضر، الكازون كيبدا يخضر. المهم هذه هي لا بيريود الزوينه عندنا هنايا في كيبيك. اون توكا لا فيديو ديال اليوم غادي نمشي لواحد المغازان الكوثر اللي لا بروبريتير ديالو هي مدام سنة. هذا المغازان في الحقيقه ملي كنت جيت لكيبيك صافي ديزاني ديزاني كيليكزيست، مغازان ديال الملابس ديال المحجبات، يعني حتى لما كانت شي وحده محجبه وتيعجبها تلبس لباس يعني لي مانش طوال ولا تقدر تمشي لهذا المغازان. هذا المغازان كاين في موريال، كاين في الكارتي موريال نور، دونك معروف مغازان اللي كتلقاو فيه اي حاجه بغيتو، يعني اللباس، اللباس ديال الحجاب، من غير لباس الحجاب لي سورفيت لي شال، السلايات، وغير لي التذكير الله يرحم الوالدين. اونتر بارونتيز انا راه ما كندير الاشهار حتى لشي واحد، يعني غير كنحاول الا مشيت لشي ماغازان كنت غادي نقضي فيه شي شغل كنحاول نتقاسمو مع الناس، سورتو اللي كيقلبوا على شي حاجه. ضروري في الفيديو اللي كندير غادي تلقاو شي حاجه اللي غادي تفيدكم بالنسبه للناس مثلا اللي عاد جاوا هنايا لكيبيك ولا اللي عاد غادي يجي، ولا مثلا واخا كاينين هنا في كيبيك ولا في لا غروند ريجون دو موريال ما عارفينش هذاك المحل، منهم حتى انا الكمال لله ما كنعرفش كلشي، مي حتى انا دي فوا كنقلب على واحد النوع ديال المغازان كنسول الناس ولا كندخل عند مسيو جوجل نقلب الى اخره. دونك هاد مغازان الكوثر ان شاء الله غادي نمشي عنده، بغيت ناخذ واحد الشال، واخا عاد كي رجعت من المغرب وخديت لي شال شريت داك الشيء اللي بغيت، مي فاش عاود قلبت واحد اللون ما لقيتوش، دونك غادي نمشي ان شاء الله ناخذو من عند المغازان وغادي نصور لكم. غادي نحاول ما امكن لان ما شاء الله كيكونوا عيالات، دونك غادي نحاول ما امكن غير نصور لكم لقطات، وزعما باش هكا اللي بغات تمشي دير شي دويره فيه زعما تمشي. هاد ماغازان الكوثر كاين على بولفار فلوري مع سان فيتال، يعني باين باين وما شاء الله باش عاود مزيان، كاين قبلته واحد المسجد، مسجد فاطمه الزهراء. دونك ان شاء الله ما نطولش عليكم نمشيو ديريكتومون دابا لماغازان الكوثر.
ديالي تسالات في مغازان الكوثر، غادي نخلي لكم لادريس ان شاء الله في لابواط دو ديسكريبسيون باش اللي كانت انتريسي تمشي له. وغادي نختم سورتو الا عجبكم لا فيديو كما دائما ما تنساوش فضلا وليس امرا اشتركوا اللي مازال ما مشترك في القناه، لي كومونتير ان لايك لو بارتاج ان شاء الله بحول الله. وغادي نختم كما دائما باللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.